وصيتنا الأخيرة. البلد دي، البلد دي بالظاهر ده والغيب عند الله ما بنعلمه، ماشي عليه هلاك، والله ماشي عليه خطر. البلد دي ماشي عليه خطر. وحل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في الجزء العاشر، قال: والنجاة من عذاب الله بالتوحيد والاستغفار. خشوا المساجد، بلغوا الدعوة وتحملوا الأذى، خش مسجد الدوب عكاز حكا وامشي المسجد الثاني، وتعال ثاني بكره تكلم في التوحيد، دافع عن الله، لأن الناس غضبوا الله في أرضه، غضبوه بالشرك والبدع وما بداعين عيد الكلام ثاني. اشتغل دعوة، خش المساجد، أمشي الأندية، شباب القاعدين في الشوارع جالس ناصح، ولو ان ده الصح وده الغلط، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والبلد دي تمشي لقدام. لأن والله، والله الذي لا إله غيره، نحن نخشى من قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. سبب شنو؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وآخر وصية تبقى على الأعراض ألف ما عشر، العير الضهر أبقى عليه ألف، البيت لبسه، شكله، كلامه، أدبه، علمه، فهمه، علمه، قود للحق للخير، ما ترمي في أحضانها للباطل، حافظ عليها، ما تسافر من غير محرم، ما تدخلها محلات مختلطة، ما تقعدها مع الأولاد تقول أنا واثق منها، ما فيد مما ولدوها مرق الكعبة، كل مرق المضاف، لكن هنا اللي تلوث ديل شبكات بتاعت باطل في الجامعات وفي غيرها، شبكات بيشركوا للبيت زي ما زول بيشرك للطيرة، شركوا ليها ببنات وبأولاد وبحبوب وببنك وبخرشات وبغيرها. ده مجتمع بيقى فيه حاجات خطرة، فتح عينك وحافظ وخليك قوي وخليك ذول ثابت، لعل الله يجعل الخير. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من وصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.